طريقة منح جائزة أفضل لاعب في المباراة في مونديال قطر عن طريق تصويت كتعطى جائزة أفضل لاعب في المباراة في كأس العالم 2022. مرحبا بكم في حلقة جديدة في مونديال في دقيقة، نتعرفوا جميع على أفضل طرق منح جائزة أفضل لاعب في المباراة. كتعطى الفرصة للجمهور من جميع أنحاء العالم يصوتوا على اللاعب المفضل عندهم ما بين دقيقتين 60 و 88 من عمر المباراة، وبطريقة بسيطة غير بالضغط في المنصة الخاصة بالفيفا. والجمهور يقدر يصوت على لاعب واحد لا أكثر ويكون في السن القانوني باش يقدر يشارك في موقع فيفا. وما كاينش شي طريقة باش تعرف واش المشجع كيتفرج في ماتش ولا لا، وهذا الشيء اللي كيخلي جدل على جائزة رجل المباراة في كأس العالم قطر 2022. حلقة اليوم سالت، نخليكم في راحة الله، نتلاقاو في حلقة جديدة.